قدموني للمحاسبة، قدموني للمحاسبة، فلان اللي عنده كذا عمارة في دبي وفلان اللي عنده كذا حساب في البنوك الخارجية، أحسن ما نغطي رأسنا في الرملة. اثنين، موظفين خانوا البلد ده ومرقوا منه وكانوا في أدق أسراره والآن في دول أخرى ونحن بنتعامل معاه، وين كرامتنا نحن؟ الآن ده مؤتمر كان المفروض يكون مؤتمر أزمة، ما في أي حاجة غير أن نحن نتناول الأزمة الموجودة الآن وما هي الحلول. الحل شنو؟ كانت الأزمات إذا ظهرت يتداعى عليها الناس من شعبة الأساس إلى المؤتمر العام. الآن الناس كان في حزب كان في حركة، مسألة الاتصال والتنوير والتلاقح أصبحت صفرية وحدث ولا حرج. قيادات رفيعة داخل الجماعة أقرت في الاجتماعات السرية باستغلال مناصبهم في تحقيق مكاسب مالية كبرى، ما أدى إلى انهيار القطاع الاقتصادي في البلاد. معظم التشوهات في الاقتصاد يعملوها في الصراحة، نصيحة لكم، يعملوها في حتى القطاع الخاص، تشوهات الماسية، حتى النظام الدولاري جزء منها يعملوها في الصراحة. جزء من الحرامة عارفين معلومات الحكومة مش يشتغلوا ببركة. ما كنا في عام؟ جهد بركة يا عمي يا حسن بن ساعد عن المال هنا؟ كيف انت قاعد معي الحكومة؟ وقاعد معي في القطاع؟ وانت عارف المعلومات؟ مش يشتغل ببركة. وإخواننا الحكاية دي إخواننا مشروع ده بمجاملة ما بيمشي. والدولة دي بقي أخوي أخوك ما أفضل مشروع لدى عينه نجب ولبن ما تلتوه الطين. لذلك تقدم النموذج أنت في المشروع. أنا بكلمكم النصيحة، الأزمة الحقيقية في قضية الاقتصادية دي أخوان الشركات هم، البنوك هم، المضاربين هم، رؤساء أعمال هم، المفروض هم يقدموا التضحية ونكران الذات والنموذج والشفافية. يقدموا النموذج هم. إذا هم ما قدموا النموذج، منو بيقدم النموذج؟ وأنا ما بعتمد في زول، عنده سيطرة على الاقتصاد أو على الدولة اللي غير مقرر وطني الخارج الثاني، لا. ما في زول شريعي ماسك لحد، ها. يقولوا ليك زول فلان فلان أنا بعرف والله ماسك، ها. كلنا نحن بس. نصارع في بعض ونعمل شلليات ومنافع وندافع عن بعض للباطل والدولة الإرهاب والمشروع الإسلامي انهار. هذه الحقيقة يا إخوان. إذا الحقيقة دي ما واجهناها، أنا على اللي أطمن في المؤتمر الوطني عملنا لجنة محاسبة، ما في كبير على المحاسبة من الرئيس النواب ولأجلنا زول محاسبة. دار الحركة الإسلامية ومجلس الشورى يطلع على دور المحاسبة. لو قلنا في مارس ده في الحركة الإسلامية؟ طيب إذا الحركة الإسلامية إحنا ما بنحاسب، إحنا نحاسبه عشان نقدم النموذج للآخرين. عشان ما نعين أخونا على الشيطان. ما نعينه على الشيطان. حتى هسه من أين لك هذا اللي نتكلم عنه ده؟ ما نقدر نعرفه. فنحاسبوه في الحركة الإسلامية، جيبوه جوا المكان يحاسبوه. يا إخوان إحنا حللنا المحاسبة. حللنا المراصحة. حللنا بكر الزول الفاسد جوا الحركة الإسلامية. ما عملتوا فيها مشروعكم مهدد من جوا ما من برا. لا أنظر مصر، لكن الآن علينا أن نخرج من تجارب الأردنية. إحنا نريد الدولة الإسلامية فتعلينا من المحلية. دور المعتمد المسلم في العدالة والأمانة والمحاسبة. دور الوالد المسلم في الولاية في الأمانة والمحاسبة. دور رئيس الجمهورية في الدولة المسلمة في الأمانة والمحاسبة. إخواننا الآن الفساد عم البر والبحر ونحن نتصرف، والذين يمارسون الفساد منا
استثمارات في أموال الأراضي في مدائن وهذا، ونحن نغض الطرف. بعض من يقول لكم مطلبية واجهة، الآخر يقول آت الدليل.